يا صادق الإحساس كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، ابعث لنا الأمال يا باهي الأعمال، غير ولا تحتار افعل لنا الأقوال، كن واضح الأهداف كن خادما للأناف، كن بذل المعروف كن دايما الإنصاف، اسرع للدنيا واصعد إلى العليا واحذر من التسويف، إن شئت أن تحيا بعد عن الأخطاء كن ثابتا معطاء، والله لن ينسى عبدا إذا أعطى، والله لن ينسى عبدا إذا أعطى.